اليوم سنقدم لكم 5 أعشاب تعينك على تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا، أحرص على تناولها. هذه هي الزنجبيل. هو من أفضل الأعشاب المقاومة لنزلات البرد والإنفلونزا، حيث يدفئ الجسم وينشط تدفق الدم بالجسم ويساعد في التخلص من الإفرازات المخاطية الزائدة، كما يتميز بتأثير مخفف للصداع وآلام المفاصل. ولكن ما هي الطريقة الأمثل لاستخدامه؟ يؤخذ في صورة شاي منقوع، يجهز بنقع قطعة صغيرة من جذور الزنجبيل أو مقدار ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل في الماء المغلي لمدة 10 إلى 20 دقيقة، وللتغلب على مذاقه اللاذع يمكن خلطه بمشروب القرفة. القرفة تؤدي لتأثيرات مشابهة لمفعول الزنجبيل، حيث تدفئ الجسم وتساعد في طرد المخاط الزائد، وهي من الوصفات الإنجليزية. استخدام زيت القرفة للوقاية من نزلات البرد، حيث يضاف مقدار 5 نقاط من زيت القرفة المركز لكوب ماء، ويؤخذ هذا الكوب أكثر من مرة يوميا بغرض إجهاض نزلات البرد في بدايتها. كما يمكن تناول مزيج من شاي أي منقوع القرفة مع شاي الزنجبيل. الحلبة، وتجهز في صورة مغلي ويمكن تحليته بعسل النحل، ويعد هذا المزيج أفضل الأشربة لمساعدة الجسم في مقاومة العدوى. كما تتميز الحلبة بمفعول مذيب للمخاط الذي يتراكم بالممرات التنفسية أثناء نزلات البرد والإنفلونزا. اليانسون، ويفيد بصفة عامة في مقاومة نزلات البرد عند الأطفال، ويجهز في صورة شاي يحضر بنقع مقدار ملعقتين صغيرتين من البذور المخدوشة في فنجان من الماء المغلي. الزعتر، نعم، إنه يفيد في تخفيف أعراض البرد وبخاصة السعال، ويساعد في مقاومة ضيق التنفس وبخاصة إذا أخذ في صورة مزيج مع اليانسون. وأنت تستقبل فصل الشتاء، عليك أن تجعل على قائمة مشترياتك هذه الأعشاب، نذكرها باختصار، سجلها ولا تنسى أن تشتريها: الزنجبيل والقرفة والحلبة واليانسون والزعتر. جرب هذه الوصفات لتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا إلى جانب العلاج. لعلاج احتقان الحلق، أضف إلى كوب ماء دافئ ملعقة من عسل النحل وأخرى من عصير الليمون، وتناول هذا المزيج بمعدل 3 مرات يوميا. لتخفيف السعال وطرد البلغم، يجهز مزيج من شاي الزعتر وشاي اليانسون ويحلى بعسل النحل، ويؤخذ كوب من هذا المزيج بمعدل 3 مرات يوميا. الزكام وانسداد الأنف، إنها مشكلة مؤرقة ومزعجة إلى أبعد الحدود. يعمل حمام بخار للوجه، يضاف إلى كمية من الماء المغلي كمية من أعشاب البابونج أو عشبة الميرامية، ويتم تعريض الوجه للبخار المتصاعد. هل تعلم ما الذي يفعله هذا البخار؟ يعمل هذا البخار على إذابة المخاط بالممرات التنفسية ويساعد في طرد البلغم. لتخفيف ألم المفاصل والعضلات، يجهز حمام من الماء الساخن ويضاف له مقدار 2 كوب من شاي الزنجبيل، ويسترخي الجسم بهذا الحمام لمدة 15 دقيقة لمساعدة تدفق الدم وتسكين أوجاع العضلات والمفاصل وزوال الاحتقانات. التدليك، وهو من الوسائل الفعالة لتنشيط دورة الدم وتحريك السائل الليمفاوي. إن الغدد الليمفاوية تعمل بمثابة مرشحات للسائل الليمفاوي، وفي نزلات البرد قد تتورم الغدد نتيجة العدوى، ويظهر هذا الورم عادة بجانبي العنق مصاحبا لاحتقان الحلق، وتدليك هذه الغدد المتورمة بالأصابع وبلطف يساعد في تنشيط حركة السائل الليمفاوي وطرد السموم ومخلفات العدوى المحتجزة بهذه الغدد. كما يمكن عمل تدليك للجسم كله لمساعدة تنشيط حركة السائل الليمفاوي باستخدام فرشاة أو ليفة أثناء الاستحمام. إن الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا أيها الأصدقاء لا ينبغي أن تعني أن يظل المريض راقدا في فراشه مهملا للنظافة والاعتناء بنفسه. لقد أثبتت الدراسات
أن استمرار الحركة والنشاط بما يتوافق مع حالة المريض أمر مهم لتنشيط الدورة الدموية ومساعدة الجسم في مقاومة المرض، كما أن الاهتمام بالنظافة وقص الأظافر والاستحمام والوضوء من العادات التي لا يجب أن تتوقف أثناء فترة المرض. لقد وجد أننا نلمس بأصابعنا أنوفنا وأذاننا وأعيننا بمعدل حوالي 30 مرة يومياً، وأن أكثر الأماكن امتلاءً بالجراثيم هي الأصابع بنفسها، حيث يرقد تحت الأظافر أعداد هائلة من الجراثيم. وتبعاً لذلك فإنه يمكن أن ننقل العدوى بأنفسنا أثناء المرض من مكان لآخر، ولذا ينبغي استعمال مناشف خاصة للوجه واليدين، ولابد كذلك لمقاومة العدوى من الاهتمام بتجديد هواء الغرفة وتعريضها لأشعة الشمس. نتمنى لك شتاء جميلا وصحة وعافية. شكرا لكم على حسن المتابعة. ندعوك لمشاركة الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لنبقى منكم أقرب. إلى اللقاء.